مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم رؤى وطنية، حيث نبحث هذه الليلة أهم المشاريع الإسكانية في خطة الحكومة ومستقبل المدن الجديدة تحت الإنشاء والتخطيط والتصميم، بالإضافة إلى مناقشة أهم مميزات تلك المدن التي تقول عنها الهيئة إنها ستكون من المدن النموذجية الأكثر حداثة على مستوى العالم. أسعدنا هذه الليلة أن نستضيف معنا في هذه الحلقة المهندس ناصر خريبط، مدير إدارة التخطيط في الهيئة العامة للرعاية السكنية. مرحبا بك مهندس ناصر، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة. أحب أمسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام، وأحب أتشكر منك ومن القائمين على البرنامج على حسن الاستضافة. نعم، لا شك مهندس ناصر بأن اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يهم الشارع الكويتي، بل يهم الأسرة والمواطن الكويتي يتتبع أخبار الرعاية السكنية أولا بأول. لذلك نحن مهتمين في هذه القضية، ونريد أن تحدثنا عن آخر أخبار الرعاية السكنية. طبعا المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت في خطتها الاستراتيجية بتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية بصفة خاصة مقارنة مع الفترة السابقة، وأيضا حطينا حق نفسنا هدف أن نوفر ما لا يقل عن 12,000 وحدة سكنية في السنة، والسنة الحالية الحمد لله قاعدين نوزع، وزعنا ما يقارب تقريبا 6,000 وحدة سكنية وجاري التوزيع، وراح نوزع ما يقارب 12,000 وحدة سكنية للسنة الحالية، والسنة القادمة إن شاء الله راح تكون أيضا 12,000 وحدة سكنية راح تكون لمشروع المطلع. احنا شغالين على كذا محور في المدن اللي هي تحت التخطيط، اللي هي مثل مدينة المطلع، وهذا راح تغطي طلبات سنتين، وفي التوازي راح شغالين أيضا في المدن الجديدة اللي هي مدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة الخيران، ومدينة مدينة الشيخ نواف الأحمد اللي هي شمال المطلع، والمدن أخرى، بحيث أن نشرك القطاع الخاص، بحيث أن احنا نفعل يعني قوانيننا، بحيث أن ما تكون المؤسسة هي الوحيدة اللي قاعدة تنفذ في الوحدات السكنية. طبعا كل مدينة لها برنامجها ولها وقتها، ولكن اللي عندنا تحت التخطيط حاليا اللي هو مدينة المطلع، وهي يعني بإذن الله خلال عام راح نبلش نوزع فيها. نعم، أنت عندكم مرحلة انتقالية في هذه اللحظة يتابعها الكثير، يريد أن يسمع المواطن ما يقلل فترة الانتظار التي طالما كان يرددها دائما، فترة الانتظار تكون طويلة. حدثنا عن أهم هذه المشاريع. طبعا حاليا عندنا مشروع مدينة المطلع، هذا من كل المشاريع من أكبر المدن اللي موجودة عندنا، وإحنا المكتب الاستشاري التحالف الاستشاري العالمي يعني شغال في التخطيط والتصميم، وراح أتكلم بعد شوية في تفاصيل أكثر. وعندنا أيضا من المشاريع اللي بحوزتنا أيضا مدينة جنوب سعد العبدالله، وهذه فيها ما يقارب 40,000 وحدة سكنية، وهذه تونا يمكن الأسبوع اللي فات استلمنا الأرض من بلدية الكويت، وجاري تجهيز المستندات بحيث أن نطرحها على المكاتب العالمية. وأيضا في بعض الأراضي الأخرى مثل مدينة نواف الأحمد ومدينة الصابرية ومدينة الخيران، هذه كلها مدن بإذن الله يعني خلال الفترة اللي احنا قاعد نشتغل نصمم فيها المطلع ونخلصها تكون بانت الرؤية وخلصنا تصاميم المدن الأخرى هذه. نعم، إذا مهندس ناصر استأذن منك نتابع هذا التقرير، ومن بعده إن شاء الله نرجع لحوارنا مع ضيفنا المهندس ناصر خريبط. السكنية تعاقدت مع تحالف استشاري عالمي محلي لتخطيط وتصميم شبكات الطرق والبنى التحتية لباكورة مشاريع حل القضية الإسكانية
وهو مشروع إنشاء وإنجاز مدينة المطلع الإسكانية. المشروع يضم 21 ألف وحدة سكنية، حيث أن قيمة العقد 1,900,855 ديناراً، ومدة تنفيذه ستكون خلال عام. وبموجب هذا التعاقد يمكن للمؤسسة أن تقوم بتوزيع أول مجموعة من وحدات هذا المشروع على المخطط خلال العام المالي 2015-2016، وباقي وحدات المشروع خلال العام المالي 2016-2017، وذلك التزاما منها بالخطة الإسكانية قصيرة الأجل لحل المشكلة الإسكانية. فالمشروع يعد أكبر مشروع في تاريخ المؤسسة لاحتوائه على 21 ألف وحدة سكنية. مشروع إنشاء وإنجاز مدينة المطلع الإسكانية يقع شمال البلاد، ويبعد نحو 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت بمساحة تبلغ 10,264 هكتارا، وسوف يكون نموذجا للمناطق العصرية المتكاملة الخدمات والمرافق. المشروع سيضم 21 ألف وحدة من وحدات الرعاية السكنية موزعة على 8 ضواحٍ، وستضم 119 مدرسة و110 مساجد و10 مجمعات حكومية و10 مخافر للشرطة ومركزين للإسعاف و10 فروع للغاز، بالإضافة إلى الإسكان الاستثماري والخدمات التعليمية والصحية والدينية والحكومية وأنشطة تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة تجارية ومالية وخدمات النقل العام. وتعتزم المؤسسة السكنية العمل بمجرد انتهاء أعمال التصميم والتخطيط على إعداد المستندات الخاصة بالمشروع، لتوقيع أول عقد للتنفيذ في شهر ديسمبر من عام 2015، فأول دفعة لتسليم القسائم فعليا للبناء ستكون في شهر ديسمبر عام 2017. مرحبا بكم من جديد. نعود مع ضيفنا المهندس ناصر الخريبط. لا شك أن كما شاهدنا في التقرير مشروع واعد، نريد أن تحدثنا عن ما هي آخر تطورات ملف تخطيط مدينة المطلع وتصميم مدينة المطلع مع التحالف الاستشاري العالمي. طبعا مدينة المطلع هي من المشاريع الضخمة، يمكن مساحة المشروع تقارب 100 كيلومتر مربع، وهذه مساحة ما هي بسيطة. تم طرح التخطيط وتصميم المشروع على التحالفات العالمية، فاز فيها التحالف المشكل من شركة بارسنز بيركنهوف الأمريكي مع شركة مالون جيفنز بارسنز الكندي، مع التحالف الاقتصاد مع الشركة الاقتصادية ديلويت، ومع مكتب كويتي تك اللي هو المكتب المحلي، وهذا من أفضل مكاتب العالم، يعني ما بين محلي وما بين عالمي أفضل مكاتب، بالذات المكاتب العالمية. هذا التحالف دوره أنه يقوم في تخطيط وتصميم المدينة. طبعا تم توقيع العقد بتاريخ 20/7/2014، والعقد لحد الآن ماشي حسب البرنامج الزمني. البرنامج الزمني العقد المفروض يخلص خلال سنة، يشمل المخطط لهيكل المدينة ويشمل تخطيط كافة الضواحي السكنية إلى مستندات الطرح على المقاولين. تم الانتهاء من المرحلة الأولى حسب الوقت والحمد لله، وتم اعتمادها لمرحلة جمع المعلومات. وأيضا احنا حاليا في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المخطط الهيكلي، وقدم المستشار عدة بدائل تخطيطية اللي هي من ضوءها على ضوءها تحدد شكل وهوية المدينة، وتم اعتماد أحد البدائل التخطيطية وجاري تطويرها. ممكن إذا نعرض المخطط الخريطة مخطط المطلع. فطبعا هي الفكرة من التخطيط أنه يعني هو هي يعني فكرة خريطة الآن على الهواء مهندس ناصر. طبعا هي الفكرة التخطيطية أن هناك توازن ما بين توفير الوحدات السكنية وما بين توفير المناطق التجارية وما بين توفير المناطق الخدمية والمناطق الترفيهية، بحيث أنها تكون مدينة مستقلة ولكن بنفس الوقت مدينة تعكس يعني دراسة المنطقة المحيطة، لأن في مقاربها مدينة ضعف حجمها لمدينة الشيخ نواف الأحمد، ولكن مدينة في المستقبل القريب راح تكون موجودة، فما تكون مدينة تنافس المدينة الثانية، لا تكون يعني كمنطقة متكاملة ما بينها المنطقتين، يعني وتاخذ طابع اللي هو طابع اللي هو الليجر اللي هو
يعني جانب الخدمي والترفيهي يعني بحيث ان فيها كل الخدمات. نعم. مهندس ناصر، المكتمل الخدمات ما يحتاج ان الساكن هذه المنطقه انه يذهب الى منطقه اخرى لكي يستفيد من الخدمات، ام انها متكامله؟ طبعا بالتاكيد ان المدن الجديده احنا نحاول تكون كل الخدمات فيها، يعني مجمعاتها الحكوميه ووزاراتها والمناطق التجاريه والترفيهيه والاستثماريه والصناعيه، بحيث ان المواطن ما يضطر انه يعني ياخذ رحلات يرجع الى هذا، لان المنطقه الحضريه مكتظه بوضع. نعم. الفكره من المدن انه يتم توفير كافه الخدمات لهم. نعم، انت ذكرت قبل قليل بان تم التوقيع على العقد عام 2014، ولكن نريد ان تحدثنا عن البنيه التحتيه وشبكات الطرق. طبعا جزء من دور مستشار انه يصمم كافه شبكات البنيه التحتيه، ويعني سواء للطرق الرئيسيه او للضواحي السكنيه، وحسب البرنامج الزمني انه ان شاء الله راح يخلص قبل شهر 7، ويعني هذه فتره قياسيه جدا، يعني العاده المدن تخطط خلال سنتين او 3 سنوات، احنا هذا المشروع راح نخلصه خلال سنه، والحمد لله لحد الان حسب البرنامج الزمني وحتى التعليمات اللي قاعد تجينا والتوجيهات ان التاخير غير مسموح، وحتى تطلعات الناس وهذا يعني الكل يتطلع ان نخلص المشروع هذا بوقته. فشبكات البنيه التحتيه يعني احنا راح نبلش نطرح في العقود يعني بعد خلال عام من اليوم ان شاء الله باذن الله. نعم، كلمنا عن اهم مميزات هذه المدينه، وهي مدينه نموذجيه كما تردد او كما صرح بها المسؤولين. طبعا مدينه المطلع هي من المشاريع الجديده اللي احنا قاعدين ايضا نستغل وجود التحالف العالمي وخبراتهم ان نطور في يعني في طريقتنا للتخطيط وللتصميم. يعني هناك طرق يمكن يعني جديدة علينا حتى في التصميم الشبكات البنية التحتية من خلال المكاتب العالمية في البرامج اللي يستخدمونها، وأيضا في حتى في الأفكار التخطيطية، فهم عندهم أفكار جديدة. احنا مشاريعنا النمطية سواء اللي احنا نخططها أو المكاتب المحلية، خبراتنا يعني تراكمت من سنوات طويلة، ولكن مشاريعنا نوعا ما متشابهة، فاحنا راح نحدث من خلال وجود المكتب العالمي انها تكون هناك ممرات المشاة محددة، كمية الخضار الموجودة، تكون المدينة متوازنة جميلة، يعني يكون مدروس فيها الجانب الجمالي، يعني ما تكون فقط توفير وحدات سكنية فقط، لا تكون نعم. متكاملة الخدمات ومدروسة حتى من ناحية الجمالية. إذا ما هي ضمانات السكنية التي أو الجودة السكنية من خلال جودة الخدمات مثل شبكات التكييف والتنظيف وغيرها من الخدمات التي تدخل لأول مرة لمشاريع الكويت؟ طبعا هذه أفكار جديدة احنا أيضا من خلال المكتب العالمي قاعد نحاول نطرحها عشان نضيف تميز لهذه المدينة ومدننا الجديدة، أن نتطرق إلى الجانب البيئي ونتطرق إلى الجانب الصحي ونتطرق إلى تطوير شبكات البنية التحتية. فإحنا قاعدين نقترح أيضا توفير بعض الشبكات اللي على ضوءها ممكن تقلل استخدامات الكهرباء، مثل ما كلنا عارفين اليوم الكويت يعني بالذات فترة الصيف تكون الكهرباء يعني في نقص، فهذه على ضوءها ممكن وعلى نتيجة ممكن تقلل من الاستهلاك الكهربائي، وهذه ممكن ايضا تخلق فرص وظيفيه، وان شاء الله تكون هذه الافكار يعني تشوف النور يعني ان شاء الله. ما هي اهميه انشاء شبكه التبريد المركزيه بالنسبه للمواطن دوله الكويت؟ واعتقد انها هي المره الاولى اللي تقوم فيها الرعايه السكنيه. طبعا انشاء شبكات الجديده مثل شبكه التبريد المركزي هي ما هو شيء جديد على الكويت، يعني مدينة الحميدية عندهم تبريد مركزي من الخمسينات وناجح، وأيضا مستعمل بكل العالم وحتى في كان دول مستمر الخليج. أو طبق في موجود. الأحمدي موجود وتوقف يعني لا لحد الآن البيوت القديمة هي كلها شغالة في الطريقة هذه، اللي هي بيوت شركة النفط نفسها ومن الستينات أو شيء من فترة طويلة، وأيضا في مشاريع المنطقة المحيطة موجودة وفي العالم كله. ميزته أنه يقلل مستهلاك الكهرباء، يقلل من الضوضاء، يعني بدال في السطح يكون عندك الاهتزازات والضوضاء، ويقلل من الحراره كون انه
يكفي عندك ويقلل من استهلاك الكهرباء ويكون عند المواطن سطح فاضي ممكن يقدر يستغله. ففيها ميزات كثيرة يعني احنا يعني نسعى ان ندرجها في خلال مشاريعنا الجديدة بإذن الله. طيب هناك لا شك أن دائما يكون هناك توجش من المواطن أن يكون هذا التبريد أو لا يعمل بالشكل الكافي، قد يحتاج إلى أن يعني يأتي بمراوح مثلا، كيف تودد هذه المخاوف لدى المواطن أو الراغب في السكن في هذه المنطقة؟ يعني هي إذا تم إقرارها وتم إدراجها بالمشاريع يعني راح تكون حالها حال أي شبكة. اليوم المواطن لما يوصل للكهرباء ما قاعد يحط جنريترات، نعم، او لما نوصل له شبكه الهاتف ما قاعد يعني وهلمه يعني والماي كذلك، فراح تكون شبكه خدمه وبحيث ان الخدمات كلها في يعني في الطرق يعني يعني تكون الشبكه مدروسه بحيث ان لا سمح الله صار في فشل في احد المحطات في هناك انظمه احتياطيه وانظمه طوارئ بحيث ان ما توقف التبريد مثل الكهرباء مثل أي خدمة أخرى يعني. طيب عادة ما يكون يقال أن المشروع الفلاني جاهز ولكن هناك تأخير بسبب الكهرباء أو لسبب آخر، متى سيتم التوزيع على هذا المخطط؟ طبعا احنا حاليا شغالين في عملية التخطيط مثل ما قلت لك من شوي، واحنا نتوقع ان يعني طبعا السنه الجايه 2015 راح نبلش نوزع على المخططات، واحنا قاعدين ننسق ما بيننا وما بين المستشار وما بين الادارات الداخليه يعني ان نشوف ما هو الاقرب وقت اللي نقدر يعني نحدد برنامج التوزيع التخصيص والتوزيع على هذا المشروع. نعم، متى سيتم تشريب اول دفعه من قسائم مشروع مدينه المطلع؟ يعني احنا اذا فتره يعني اذا ناخذها فتره التصميم خلال سنه وبعدها فتره الطرح والتنفيذ، يعني اتوقع ممكن يعني فتره التنفيذ العاده سنتين ونص الى 3 سنوات للبنيه التحتيه، يعني ممكن خلال تكلم من 3 سنوات ممكن 3 سنوات المواطنين يبلشون ينفذون. لا شك ان مثل المشاريع هذه تحتاج الى اتصالات، تعاون مع وزارات وهيئات مؤسسة الدولة، هل قمتم أنتم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية أو المرتبطة في مثل هذه المشاريع؟ طبعا احنا التنسيق مع الجهات احنا نتعامل مع أكثر من 20 أو 30 جهة مختلفة، كل جهة في بعض الجهات اللي عندها بعض المكونات بعض المتطلبات وفي بعض الجهات اللي عندها شبكات أو خلافة، فالتنسيق على كذا مستوى سواء في خلال سماعات من خلال كتب من خلال فرق. احنا شكلنا فرق عمل من ضمن جزء من فرقنا احنا اللي قاعد تراجع المخططات، معظم ممثلين الوزارات المعنيين باعتمادات، يعني اللي يمثل وزارة الكهرباء بخصوص شبكات الكهرباء شبكات الماء، وزارة المواصلات بخصوص شبكات الهاتف كلهم تحتنا، بحيث انه نقطع طول الفترة الدورة المستندية بدال كتابنا وكتابكم، لا جزء من فريقنا نعطيه المستندات راجعها وعطنا الاعتماد. هذا لما تكون محصورة من خلال فريق واحد يسرع جدا من العملية، وشفناها في غرب عبدالله المبارك لما اشتغلنا فيها خلصناها وسبقنا البرنامج الزمني في كل وفتحنا التخصيص والناس سلموا غسائمها. نعم، ونفس الشيء احنا شغالين على المطلع، هذه آلية جديدة وهي يعني الطريقة الوحيدة اللي احنا شفناها الأصلح ان يعني نمشي ونسبق البرامج، فيكون التنسيق على كذا مستوى سواء من خلال المستشار من خلال فريقنا من خلال استماع مع الوزارات من خلال المسؤولين، ولكن فريقنا الموجود يمثل كل الجهات يعني معنا من ضمن الفريق. نعم، لا شك ان من سيتقدم او من سيقطن هذه المشاكل هم من فئة الشباب حديثي التزوج، ما هي الأمور التي ستقدمونها للشباب ورعاية الشباب هي أولوية حكومية، ولا ننسى أيضا اهتمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه بالشباب يعني وجوب دعمهم بشكل مستمر، هل أقمتم هناك مشاريع مثل الأندية؟ هل هناك حدائق معينة؟ هل هناك أماكن يهتم فيها الشاب الكويتي؟ طبعا بخصوص مدينة مطلع احنا نسقنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأيضا نسقنا مع وزارة الشباب اللي هي الوزارة الجديدة تم تشكيلها،
طبعا كل وزارة عندها متطلبات مختلفة عن الثانية، ولكن احنا التنسيق موجود، بالإضافة إلى دراسات المستشارنا احنا لبعض مكونات المدينة اللي عشان تكون المدينة مرغوبة بالنسبة للمواطنين وتكون جاذبة وتكون كوجهة. فطبعا نسقنا معهم في بعض المكونات راح تكون مكونات رياضية، في بعض المكونات راح تكون مكونات غير رياضية ولكن لخدمة الشباب، وهذه كلها يعني تحت التطوير حاليا، ويعني خلال دراسات المخطط الهيكلي الحين احنا في المرحلة يعني احنا قاعدين نبلورها بالتنسيق مع كل جهة. نعم طبعا بتكلم معك في موضوع الارتدادات. الارتدادات أصبحت من الأشياء المهمة للراغب في اقتناء منزل. يعني في مدينة سعد العبد الله كانت الارتدادات قليلة، لم تعجب الكثيرين من ساكني تلك المنطقة، هل أخذتم هذا في عين الاعتبار؟ طبعا احنا هي مو بس مسألة المسافة ما بين الرصيف والسور، هي أكثر من كذي، واحنا وهني تبين جماليات المدينة. احنا مدينة المطلع قاعدين ندرس يعني سلبيات مشاريعنا الحالية وسلبيات اللي موجودة، انه لا لازم تنظم، لان اللي قاعد يصير حاليا نوع من الفوضى، يعني ما في ممر مشات، ما في زراعات، بس بلطوا في الواحد يسوي على كيفه، مظلة كيربي، مظلة خام، مظلة ما اعرف ايش. فاحنا موجودة هذه الان، هذه موجودة، احنا لا احنا قاعد نقترح اليوم انه بس ما في، لما تبي تمشي قدام بيتك، انت تبي تطلع طالع من بيتك تبي تمشي، ما في ممر مشات لان سيائر واقفه، العرض عرض الرصيف ما هو كبير، ما في ممر محدد، ما في زراعات، يعني كل واحد اذا عنده حط برا حط، ما حط ما حط. لا اليوم في المطلع احنا راح نخليها محدده، راح نخلي مكان حق السيارات، وراح نخلي مكان ممر مشات هذا ما حد يوقف عليه، جميل، وراح نخلي مكان للتسجير ايضا، بحيث انه يجمل من المدينه. مهندس ناصر اكون معك صريح، انا اولا واخيرا انا مواطن واشاهد واتابع مثل هذه الامور، واريد ان اتحدث معك بشفافيه. يعني في منطقه جنوب او منطقه سعد العبد الله، وايضا هناك مناطق في اخرى مثل عبد الله المبارك، يكون امام المنزل ارتداد كبير جدا ولا يوجد مكان يكفي لسيارات المنزل. هذه موجودة وشاهدتها أنا في أم عيني. لا يعني طبعا إحنا لما نخطط الوحدات السكنية، يعني مترين ثلاثة أمتار بصريح العبارة، أو أربعة أمتار إذا بالغنا. أنا أجاوبك طبعا مع الأخالفك، ما في عندنا إحنا، لأن قطاعات الطرق في خدمات وفي بنية تحتية وفي إحنا لا يقل الارتداد عن 7.5 متر في مشاريعنا الحالية، لا يقل المشاريع الحالية. انزين انا طيب. انا ما اكلمك عن المشاريع السابقة او القديمة، المشاريع لا يقل. طبعا كل الوحدات السكنية لازم لها اطلالة كاملة على الطرق المحلية. احنا الطرق في تدرج، في الشارع الرئيسي اللي هو في جزيرة، وفي طريق التخديمي وفي طريق المحلي. ف حتى لو في ارتداد، حتى لو هي بطن ظهر، حتى ما نحط ارتداد مترين او ثلاثة، لان تسوي لنا حتى مشكلة في الخدمات البنية التحتية. طبعا انا ما اتكلم على الوجه الرئيسي للمنزل، مثلا اتكلم عن اذا كان البيت بطنه وظهر، حتى لو بطنه ظهر على الاقل 7 متر 7.5 متر من الصوبين، هذا على الاقل. اذا اكثر مو مشكلة، يعتمد في اماكن تصير ميتة او يصير فيها بعض الهدر يصير ازيد بس مو اقل. زين اذا كان في مشاريع قديمه او سابقه طبعا هذا خطا تخطيطي وما هو سليم. زين ولكن مشاريعنا الحاليه هذا كله ما هو موجود. حتى لما نتكلم مثلا على غرب عبد الله المبارك، او على حتى مشاريعنا نتكلم مثلا مدينه جابر او مدينه صباح الاحمد، ما تلقى الحاله. لا انا اتكلم عن القسام، يعني مثلا في نموذج ناجح في البيوت الحكوميه، توزيعها جميل، يرغب طالب السكن، يعطيه مساحة، يعني مساحة معقولة، احنا ما لا نتكلم عن المساحات المبالغ فيها. لماذا لا يعني نأخذ مثل هذه النماذج الناجحة ونطبقها في المشاريع الجديدة؟ نتكلم عن البيوت الحكومية. طبعا البيوت الحكومية المؤسسة عندها مجموعة كبيرة من النماذج، في نماذج تروح على مساحات 600 متر، لأن في عندنا مشاريع فيها 600 متر، في نماذج اللي تروح على ال 400 متر، وكل مساحة لها مجموعة كبيرة من النماذج، غير التشطيبات غير الواجهات. فطبعا
ترجع من المكونات واحدة والمساحة واحدة. زين مساحتها ما تتراوح من 450 إلى 470 متر. المكونات كلها تحت في ديوانية، في صالة، في غرفة طعام، المطبخ، غرفة سائق وغرفة ضيف، وفوق 4 غرف نوم وصالة ومطبخ تحضيري، وفي السطح غرفة الخادمة وغرفة الغسيل. هذه مكونات موحدة فيهم كلهم. تبقى الاختلاف بالنماذج بالتوزيع، هذا المدخل هني، هذا الشكل هني، هذا على البيت المشطوف، هذا على البيت المربع، اختلافات تصميمية. وانت عارف بالذات لما تدخل في الأمور التصميمية تدخل فيها الذوقيات، ممكن انت تقول هذا النموذج حلو غيرك يقول هذا النموذج، يعني تدخل فيها الذوقيات. احنا من ناحيتنا كل مشروع جديد نحاول نطور، نسوي نماذج جديدة، يعني نشوف هم نستشف رغبات المواطنين، شو اللي يبونه، شو اللي ما يبونه، ونطور نماذجنا ونحطها. نعم، إذا سألتك سؤال وأريد أن تجاوبني بكل صراحة، متى سيتم استدعاء المواطنين الراغبين في السكن في مدينة المطلع؟ مدينة المطلع إذا إحنا مثل ما قلت لك خلال سنة، يعني احنا راح نخلص كل اعمالنا، فمن المتوقع بحيل الله اذا ما تاخرنا ان ممكن من يعني بدايه الربع الاول من السنه الجايه ممكن نبلش نخصص، يعني وهذا يعني نتكلم ممكن 2 شهر 3 شهور 4 شهور او اكثر شوي اكثر من كذي، يعني نعم يعني هذا نبلش نخصص ونوزع، يعني وانا متفائل يعني باللي قاعد اشوفه من المستشار ومن الجهات الحكوميه اللي معانا. لحد الان احنا ماشيين حسب البرنامج الزمني، ممكن في بداية السنة الجاية ممكن نبلش نخصص ونوزع إن شاء الله. راح نتوقف مع فاصل قصير، نتحدث بعده عن محور آخر أو منطقة أخرى وهي منطقة جنوب سعد العبد الله. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود إلى متابعة هذا البرنامج. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام من برنامجكم رؤى وطنية، نعود معكم ومع ضيفنا المهندس ناصر خريبط، وسوف نتحدث الآن عن منطقة أخرى ومحور آخر وهي مدينة جنوب سعد العبد الله، وهي مدينة طبعا لا شك أنها مشروع ضخم وكبير، 40,000 وحدة سكنية. كم من الوقت يحتاج هذا المشروع؟ طبعا مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله هذه من المشاريع الضخمة اللي استلمناها كان الأسبوع اللي فات أو اللي قبله، خصصتها بلدية الكويت لنا. مساحتها ما يقارب 60 كيلومتر مربع أو 59 كيلومتر مربع، مشروع ضخم متوقع فيه ما يقارب 40,000 وحدة سكنية. حاليا احنا حتى قبل لا نستلم الأرض نزلنا عندنا في الإدارة نمسح الأرض ونشوف طبيعتها ونشوف العوائق اللي فيها ومشاكلها، وبنفس الوقت كان يشتغل مع وزارات الدولة عشان إذا في معوقات نحلها، وأيضا في نفس الوقت دا نجهز مستندات لطرح المشروع على المكاتب العالمية بحيث أن تقوم في تخطيطه وتصميمه. طبعا هذا المشروع يعني راح يأخذ تقريبا ما يقارب 2 سنين خلال فترة التصميم، يعني متوقع ان بدايه السنه الجايه راح نوقع مع احد المكاتب العالميه، او راح نطرح المسابقه على المكاتب ونوقع بعدها مع احد المكاتب العالميه، ويحتاج 2 سنين ويعني بعدها ممكن نوزع على المخططات. نعم، كيف تقيم الاراضي التي حصلت عليها الهيئه من البلديه من الناحيه الانشائيه؟ طبعا هذا جاري تحت الدراسه، يعني احنا كل ارض احنا اليوم مع الوضع اللي عندنا اي ارض تسلم لنا ناخذها ونعالجها، يعني احنا يعني كل ارض اذا فيها معوقات اذا فيها مشاكل سواء ما هي اهم المعوقات التي تواجه الرعايه السكنيه من الناحيه الانشائيه؟ الارض اذا حررت وسلمت الى الرعايه السكنيه، اذكر لنا اهم الاسباب التي قد تسبب لكم المشاكل. يعني بعض المعوقات تكون يعني بعض الاحيان اذا كان في مشاكل في التربه فنضطرنا نعالجها، إذا كان هناك مشاكل بيئية أو مشاكل أخرى هم أيضا نضطرنا نعالجها.
إذا كان هناك بعض الخدمات سواء أبراج كهرباء أو خلافة نتعامل معها، أما تخطيطيا نوخر عنها من خلال التخطيط أو نرحلها، وبعض إذا كان في مكونات هذا للجهات يعني ننسق مع الجهات أما أن تزال أو أن نحافظ عليها ونتعامل معها كعائق قائم، فيعتمد على نوع المعوق، ولكن احنا نتعامل مع كل معوق وطبيعته يعني اما بالازاله او بنتعامل معاه كوضع قائم. متى تتوقع ان شاء الله جهوزيه هذه المنطقه؟ طبعا اذا خلال سنتين المكتب العالمي يعني خلينا نقول اذا وقعنا مع المكتب واخذ فترته، خلال فتره التخطيط والتصميم كلها يعني باذن الله كل المشاكل والعوائق هذه نكون حليناها ونسقنا مع الوزارات، بحيث انه واحنا نطرح على المقاولين تكون هذه المعوقات ذللناها. نعم، انت ذكرت بان هناك شركات عالميه تتعاملون معها، ما هي الاستفاده او هل هي المره الاولى التي تقوم بها الرعايه السكنيه بالاستعانه بمثل هذه الشركات او الاستشارات العالميه لتطوير المناطق السكنيه المزمع توزيعها للمواطنين؟ طبعا احنا تجاربنا مع المكاتب الهندسيه في تجارب قليله ويعني وباستحياء يعني مع المكاتب العالميه، يعني تكون شغلات متخصصه او شغلات يعني جزء من بعض الدراسات او مشاريع قديمه جدا، ولكن من الفتره الحاليه يمكن هذا اول يمكن عندنا مشروع مطلع هو اول مشروع اللي يعني كان لي تحالف عالمي، وايضا مشروع مدينه جنوب سعد العبد الله ايضا راح ياخذه المكتب احد المكاتب العالميه، والهدف ايضا ان يعني نبي المشاريع هذه تكون متميزه، ما نبي تكون ماخذه الطابع النمطي لمشاريعنا، تكون مشاريع ماخذه فيها كل الشغلات الحديثه وكل الشغلات يعني اللي ممكن احنا ما نفكر فيها. جينا المكاتب هذه عندها خبرات جباره في دول المنطقه ودول العالم كلها وتجارب جدا رائعه، واحنا نسعى للافضل للمواطنين وهذا الهدف من جلب الخبرات هذه. مهندس ناصر، ذكرت انت ان المدينه هي تقريبا 40,000 وحده سكنيه، كيف تستفيد هذه المدينة بهذا العدد من المنازل من شبكات الطرق التي تقدمها الدولة لمشاريع الإنشائية حاليا في مختلف المناطق؟ طبعا مدينة جنوب سعد العبد الله طبعا يحدها من الشمال اللي هو الدائري السادس، ويحدها من الجنوب امتداد الدائري السابع. الدائري السابع حاليا هو يعني مع طريق شب تقريبا وبعدين يربط ويشبك مع الدائري السادس، لا هناك امتداد له راح يكمل ويربط على الطريق الاقليمي، هناك طريق اقليمي يربط ما بين جنوب الكويت الى شمالها ويتخلل ايضا نقل الجماعي اللي هو القطارات، فامتداد السابع راح يربط على الطريق الاقليمي، وهناك طريق اخر اللي هو طريق 6.5 اللي ما بين الدائري السادس والسابع، وهذا راح يمر، فراح تكون مخدومه من طرق جديده يعني في المستقبل، يعني هذا وزارة الأشغال في خططها أن لما توسع هذه الشوارع تكون ماخذة بعين الاعتبار مدينتنا، يعني حتى لا تكون المنطقة مكتظة يعني. بالضبط بالضبط، كما ذكرت قبل قليل بأنها 40,000 وحدة سكنية، يعني يترد حتى المناطق المجاور لهذه المنطقة قد يعني يقول قائل بأنها ستكون هناك ازدحامات اختناقات مرورية. كيف ترى طبيعة التعاون بينكم وبين باقي مؤسسات الدولة؟ ذكرت لك قبل قليل وجهت لك تقريبا نفس السؤال، من ضمن هذه الوزارات وهي وزارة مهمة جدا تتوقف عليها طوابير الانتظار وهي وزارة الكهرباء، طبعا ما مدى تعاونكم في هذا المجال؟ ما هو الذي استمعتموه من الوزارة من وعود؟ طبعا احنا في كل مشاريعنا سواء الحاليه او المستقبليه تنسيق مباشر، مثل ما قلت لك في فرق عملنا احنا معنا اعضاء من مسؤولين وزاره الكهرباء، وايضا احنا ننسق مع من اعلى المستويات بخصوص تزامن مشاريعنا مع وتزامن توفير احتياج الطاقه الكهربائيه او المياه مع قدرتهم يعني كوزاره، وايضا احنا نتعاون ما بيننا وما بينهم بخصوص يعني حتى بعض الاحيان طرح بعض المناقصات يعني سواء من خلالنا او من خلالهم، علشان ان يعني نوفر الخدمه للمواطنين باسرع وقت، فالتنسيق موجود واحنا يعني دائما معاهم يعني وهم عارفين خططنا وعارفين مشاريعنا،
وإن شاء الله يعني تكون متوفرة بالوقت المناسب للمواطنين. طبعا الآن تحدثنا عن منطقة جنوب سعد بن عبد الله، راح ننتقل إلى منطقة أخرى وهي مدينة غرب عبد الله المبارك. مدينة غرب عبد الله المبارك من المدن التي وزعتم دفعة سابقة ودفعة أولى لها، متى سيسمح للمواطنين بالبناء؟ طبعا مدينة ضاحية غرب عبد الله المبارك هي من الضواحي اللي تم تخطيطها وتصميمها داخليا عندنا في الإدارة. يعني تخطيط المؤسسة ما هو تخطيط مكاتب هندسية سواء محلية أو عالمية، لا عندنا شباب يعني عندنا ما قصروا واشتغلوا صمموها خططوها بالكامل وصمموا كل شبكات البنية التحتية. والأمانة حطينا برنامج زمني قياسي وسبقوا البرنامج وتم فتح باب التخصيص، أو حتى طلبنا أنه يفتح التخصيص قبل البرنامج الزمني، وخلصنا كل الدراسات قبل البرنامج الزمني، وهذا شيء يحسب لهم الأمانة. يعني الموظفين عندنا سهروا وتعبوا على هذا المشروع. المشروع عبارة عن 5201 قسيمة، بالإضافة كل المرافق ما بين قسائم وما بين مدارس ومخافر وجمعيات ومراكز خدمة وحدائق وخلافة. موقعه متميز، هو يقع في منطقة متوسطة يعني، وهذا عشان شيء مرغوب المشروع، يطلع على الدائري السابع وعلى طريق كبد ومتحته امتداد دائري الخط 6.5، ف يعني قريب من المنطقة الجنوبية انك تاخذ دائري السابع او قريب من المنطقة الشمالية وقرب المنطقة الحضرية، عشان شيء مرغوب. اما بخصوص تاريخ المواطنين، احنا الحين قاعد نوزع على المخططات ومتوقع خلال الربع الاول من السنه الجايه نطرح او بدايه السنه الجايه نطرح على المقاولين، وفتره تنفيذ للقسائم العاده تتراوح من 2 إلى 2.5، فنتوقع خلال 2.5 يعني ممكن المواطنين بعدها يسلمونهم اوامر البناء. طيب ما هي اهم المميزات تميز فيها منطقه عبد الله المبارك عن باقي المشاريع الأخرى؟ طبعا مشروع غرب عبدالله المبارك من المشاريع اللي احنا حرصنا ان ما نخليها مكتظ زين، ولكن ان نوفر عدد يعني حسب أسسنا ومعاييرنا، ان تكون هناك المعادلة السحرية اللي نعم. تكون باحترافية وبطريقة مبتكرة ان نوفر اكبر عدد من الوحدات السكنية بدون ما تكون غير مرغوبة. هي عبارة عن منطقتين، منطقة احنا سميناها الضاحية A والضاحية B، والمنطقتين بينهم حزام شجري فاصل، والمنطقة كلها بالكامل ايضا محاوطة بأحزمة شجرية. بين المناطق السكنية هناك شبكة كاملة من ممرات المشاة الخضراء تتخللها حدائق تربط المشروع يعني ما من 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 شرقه الى غربه، وتربط من يعني تطلع انت من بيتك تروح حق الممر هذا وتمشي توصل لمسجدك، تمشي لمدرستك، توصل الى الجمعيه. فدرسنا حركات المشاة، درسنا الارتدادات، ان الارتدادات لا تقل عن 7.5 متر. القسائم المردوفه بعضها فيها ارتدادات اكبر من 7.5 عشان يكون هناك نوع من العدل والمساواه. ايضا وفرنا فيها كل المكونات مثل ما تفضلت سابقا، المدارس والمخافر وايضا مراكز الشباب، وايضا وفرنا فيها المكونات اللي تخدم المنطقه. نعم طبعا تكلمت انت عن الممرات، نسميها اذا جاز التعبير الممرات الامنه. هل هذا النموذج عمل فيه سابقا او هي المره الاولى التي تقومون بمثل هذا الاجراء؟ احنا استخدمنا نفس النموذج في مدينة جابر الأحمد. طبعا مدينة جابر الأحمد تحت التنفيذ او خلصناها وزعناها على المواطنين، والمواطنين القسائم الحكومية قاعدين يبنون فيها. فهذه ثاني مرة يمكن نستخدم نفس الفكرة، ان نوفر شبكة منفصلة لحركة المشاة والزراعة، بحيث انها تربط المجموعات السكنية مع المباني الحكومية. وهذه فكرة يعني احنا نعتقد انها تعطي تميز للمشروع، بحيث انه يعني الواحد قاعد ببيته يبي يروح المسجد بدل يتمشى قدام سيايير قدام هذا، لا يعبر شوية يطلع من الفريج يوصل الى شبكة المشاة،
وهو يمشي يشوف الحديقة، يشوف الكرسي، يشوف هذا، يكمل شوية يوصل إلى فرع الجمعية أو يوصل إلى المدرسة أو غيرها. فهذه فكرة وإن شاء الله تكون ناجحة. نعم، الآن ننتقل إلى منطقة ثانية بعد ما تكلمنا عن منطقة غرب عبد الله المبارك وهي مدينة صباح الأحمد. نريد أن نتعرف عن آخر ما توصلتوا إليه في منحنى الجلب. طبعا مدينة صباح الأحمد هي مدينة مساحتها ما يقارب 40 كيلو متر مربع، فيها ما يقارب 10,499 وحدة سكنية ما بين 2200 واحد بيت وقسائم ما يقارب 7,000 وما أتذكر 7,000 كسور 7,500 تقريبا قسيمة. تم توزيع القسائم بالكامل وجاري توزيع البيوت الحكومية، تم إقفال باب التخصيص. كم عددها؟ عدد البيوت اللي قاعد نوزع فيها 2200 وبيت. طبعا واحنا قاعد نتكلم حاليا في يمكن جاني خبر انه تم تفعيل إنارة الطرق في المشروع او في بعض اجزاء المشروع، وهذه خبر ممتاز. طبعا والشكر لوزارة الكهرباء. طبعا احنا قاعد نشتغل على كذا اتجاه. طبعا قاعد نشتغل على ان مو فقط الوحدات السكنيه انه يتم توفيرها، انه يتم توفير كافه المباني الخدميه والمباني الحكوميه. احنا قاعدين ننفذ المدارس، قاعدين ننفذ المخافر، قاعدين ننفذ المباني الحكوميه بوقت يتزامن مع ان المواطنين حاليا قاعد يبنون، بحيث انه على ما هو يخلص بيته تكون احنا مخلصين من المبنى الحكومي. ونفس الوقت قاعدين ندرس مباني اخرى ومكونات اخرى. على سبيل المثال قاعدين حاليا عندنا احد المسابقات اللي مسابقه حدائق، تصميم حدائق، يمكن هذا تشوفها حديقه، اي مجموعه 10 حدائق. هذه المسابقه الاولى، هناك 4 مسابقات لان المشروع يعني كل قطعه فيها حديقه وكل منطقه فيها حديقه كبيره وغير الحدائق الكبيره اللي في المدينه، ففيها ما قارب 30 او 40 حديقه، وهذه اول مسابقه. في مسابقات 3 او 4 او اكثر جايين في المرحله الجايه، وهذه بعض الافكار اللي احنا قاعد نشوفها يعني. وحاليا شغالين مع المكتب الاستشاري ان يعني في تجهيز المخططات النهائيه لتلك الحدائق، وايضا مو بس الحدائق، شغالين ايضا على بعض المباني الاخرى اللي هي مثلا المركز الثقافي، وقاعد نشتغل على ايضا مركز اسلامي. وطبعا هي مدينه متكامله الخدمات، وايضا قاعد نشتغل بطريق اخر اللي هو المباني الغير حكوميه، المناطق اللي هي التجاريه، المولات، الاسواقه الصناعيه والاستثماريه. ايضا قاعدين ننسق مع احد المستشارين العالميين انه يعطينا الرؤيه الصحيحه، بحيث ان نشرك القطاع الخاص ونعطيه الاراضي هذه باسرع وقت انه يطورها ويبنيها لخدمه المنطقه. نعم، بالنسبه لبعض الملاحظات، انا ما ابي اقول شكاوي للمواطنين اللي يبنون هناك في هذه المنطقه، هل اخذتوها في عين الاعتبار؟ هل كانت هذه الملاحظات فعلا جديره بالاهتمام لكي يتم تفاديها بالمستقبل؟ طبعا يعني الحمد لله انا باكد يعني على بالذات مع الاداره الحاليه عندنا في المؤسسه وتواصلها مع المواطنين وتواصلها مع سواء الحملات الوطنيه او المجاميع اللي هي تختص في المدن او الاسكان وحتى مدينه صباح الاحمد على سبيل الخصوص، في هناك ملاحظات يعني ملاحظات جديره يعني مثل يعني اهم هذه الملاحظات اهم ملاحظات يعني بخصوص مدينه صباح الاحمد، انه طبعا كان توفير الكهرباء وتوفير الخدمات وتطوير الطرق الخارجيه. طبعا جزء منها ما هي اختصاص المؤسسه العامره السكنيه ولكن اختصاص وزارات اخرى، اما فما يخصنا احنا اللي هو الاسراع من توفير بناء اسراع من بناء المباني الحكوميه وتوفير يعني بعد ما ننفذها انه يتم تفعيلها يعني، ولكن احنا دورنا ينتهي في دور البناء. وايضا المباني الغير حكوميه مثل ما قلت لك السواقه والمولات وغيرها، هذا انه يعني لما احنا المواطنين يشوفون ان الاسواق شغاله او على الاقل المطورين قاعدين يبنون سواقتهم مولاتهم ومحلاتهم وكافيهاتهم ومطاعمهم، هذا يشجع المواطن انه يبني، انه عارف ان هناك المدينه فيها
فيها مباني خدميه، وهذا احنا عارفين انه كان في قصور عندنا في السابق، لان ما احنا يعني هذا شيء جديد بالنسبه لنا احنا كمؤسسه اللي هو الاماكن الغير سكنيه. احنا خبرتنا في الرعايه السكنيه وفي المدن البنيه التحتيه خبره كبيره، اما فيما يخص الدراسات الاقتصاديه والاسواق وغيرها حديثه، وعشان شيء احنا قاعد نستعين في بعض الشركات المختصه عشان تساعدنا في الجزئيه هذه. بالنسبه لجوده البناء في البيوت الحكوميه، هل لكم انتم يعني تراقبون هذه الجوده؟ هل تقومون بابداء ملاحظات عليها؟ طبعا فيما يخص مدينه صباح الاحمد، فيما بالذات في اللي يمكن كنا احنا قاعد نتكلم عنها بالبيوت الحكوميه، مدينة الصباح الأحمد شوية تتميز عن باقي مشاريعنا فيما يخص البيوت الحكومية، لأن سوينا فكر جديد وأتمنى أنه يكون ناجح، يعني هذا كله يبين بعد ما ينسكن المشروع، ولكن أحس في نوع يعني من خلال دواوين وزيارات لهذا في نوع من القبول، يعني من هذا الفكرة أن هناك نمط، يعني في قطعة كاملة بتصاميم مختلفة، تشطيبات مختلفة، ألوان مختلفة، ولكن بروح واحدة، قطعة كاملة تكون، وهذا موجود حاليا يعني انه بشكل كلاسيك، قطعة اخرى بشكل مودرن بشكل حديث، قطعة اخرى بشكل كويتي محدث. ف يعني لما تدخل القطعة هناك في استمرارية، هناك في نمط، ولكن كل بيت شكل مختلف، وهذا اللي احنا سويناه في هذا. واما بخصوص الجودة، نعم. احنا نسعى يعني ان تكون قبل يعني نعم قبل لا اختم، ابي يعني منك كلمه لاخوانك اللي الان هم يعني ينتظرون اي معلومه فيما يخص الرعايه السكنيه، ماذا تقول لهم؟ طبعا احب اختم ان يمكن احنا يعني الضغط يعني طلبات، ضغط الطلبات ويعني وكميه الطلبات الاسكانيه شيء ما هو بسيط، واخواننا وعيال عمنا واهلنا وربعنا كلهم ناطريننا، واحنا بويه المدفع بالذات كمؤسسه عامره سكنيه، واحنا ممكن تحديدا كاداره تخطيط عشان نخطط المدن هذه. التحدي كبير، ولكن باذن الله نكون على قد التحدي. نعم. واوعد خير ان شاء الله، بدايه ان نلتزم في ان نوزع 12,000 وحده سكنيه اللي اعلنا عنها الحكومه، ومشروع المطلع هذا اول مشروع، والحمد لله يعني ما هو كلام، لان السنه الحاليه في ختام هذه الحلقه نتمنى لك كل التوفيق وشاكرين لك كل الشكر لحضورك هنا في هذه الحلقه المهمه التي بالتاكيد تهم المواطن بشكل مباشر ومتعلقه بسكنه. نتمنى ان شاء الله ان نجتمع معك في حلقات اخرى قادمه. احب اشكرك ويعطيكم الف عافيه ومشكورين. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي معكم في حلقة أخرى من برنامجكم رؤى وطنية، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.